طيب الفيديو السادس من تحدي اليوتيوبرز المصريين، كل يوم فيديو لمدة 7 أيام. احنا دلوقتي عاملين 6 فيديوهات في 6 أيام، مش هتحصل في تاريخ القناة تاني تقريبا. يعني لو عايز تشوف ال6 فيديوهات دول او السلسلة دي هتلاقيها في الاي اللي هنا دي كده، هتنفعك جدا وكأنها حاجات حلوة جدا، ادخل اتفرج عليها. طيب دلوقتي وانا قاعد دلوقتي على التليفون بسكرول على الحاجات بتاعت السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر انستجرام والحاجات دي يعني، وعمال ادخل في ابلكيشنات وتطبيقات والكلام ده، فجت في بالي طب انا ليه ما اعملش فيديو عن التطبيقات اللي انا بستخدمها دايما وما بيخلاش يومي بيها. يمكن ما يكونش مثلا حد عارفها ويحملها او يعمل لها داونلود فتفيده في حياته العمليه. فالنهارده انا جايب لك 4 ابلكيشنات او 4 برامج انا لازم استعملهم كل يوم، فيلا بينا نبتدي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. اول مره تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا ندور في موضوع الحلقه، استحملوا معايا بس فاضل مقدمه كمان ونخلص السلسله. طيب الابلكيشنات اللي انا بستخدمهم كل يوم وتقريبا مفيش يوم بيخلو من استخدام الابلكيشنات دي. اول برنامج، وده مهم جدا جدا في شغلي على يوتيوب او في دراستي وانا بذاكر في الجامعه والكلام ده، او عموما كتدوينه والكلام ده، هو جوجل كيب. هو حرفيا الابلكيشن ده او البرنامج ده بيسهل عليا كل حاجه في حياتي. لو على الفيديوهات فانا بكتب السكريبت بتاعي كله، ولو على الدراسه فانا بكتب النوتس بتاعتي او المحاضرات بتاعتي او الحاجات المهمه اللي المفروض تتسلم او شيتات والكلام ده. حلاوه الابلكيشن ده اللي انت لو غيرت التليفون بتاعك او انت مثلا مش عايز مثلا تنقل حاجات كتيره، فهو شغال بالجيميل بتاعك. يعني ممكن هي نفس النوتس دي تلاقيها على تليفون تاني لو انت حاطط الجيميل بتاعك على التليفون التاني او حاطه على البي سي بتاعك. فالحوار ده حلو جدا ومدعوم من جوجل، فالحوار امن جدا كمان. وفي كمان حوار اللي انت بتعمل زي علامه صح كده على كل حاجه. الناس مثلا بقى اللي عايزه تعمل حاجات كتيره او عندها مثلا بلان مثلا كده او خطط بتعملها، فبعد ما بتخلص الحاجه اللي هي المفروض تعملها دي بتعمل علامه صح جنبيها كده فبتنزل تحت ده. فده بيديك يعني زي حاجه ببساطه كده اللي انت خلصت الحاجه دي وهتنقل دلوقتي على اللي بعديها، وحاجاتك اللي انت فكنت تعملها قلت شويه. هو الابلكيشن حلو جدا، لازم تدخل تجربه. لو انت طبعا مش محمله فانت فايتك نص عمرك، وهيفيدك جدا في حياتك العمليه والدراسيه وكل حاجه، فادخل اعمله داونلود. طيب اتكلمنا دلوقتي على الابلكيشن اللي هو بيساعدني في الفيديوز اللي انا بكتب بقى السكريبت بتاعي وبينفعني في حياتي الدراسيه اللي انا بكتب النوتس بتاعتي بتاعت ورا الدكاتره والكلام ده. فيجي بقى الدور دلوقتي على الابلكيشن الثاني، وهو ابلكيشن شازام. اكيد حصل لك الموقف ده انك مثلا ماشي في الشارع او راكب وسيله مواصلات وسمعت اغنيه عجبتك جدا بس مش عارف اسمها، فانت اتكسفت انك تقول لصاحب العربيه او السواق او اللي مشغل الاغنيه دي اسمها ايه والكلام ده. فبتفضل تروح بقى البيت وتكتب بقى ايه كلمه انت سمعتها من الاغنيه والكلام ده، وفي الاخر ما بتلاقيش حاجه. فهنا بقى يجي وظيفه ابلكيشن شازام. لو انت سمعت الاغنيه اللي انت عايزها او سمعت اغنيه انت بتحبها او انت عايزها بس مش فاكر اسمها، كل عليك بس انك بتطلع الابلكيشن وبتدوس بس على الزرار اللي في النص ده، وهو بيعرف اسم الاغنيه. سحر، في ثانيه بيعرف اسم الاغنيه لو ايه هي. والموضوع ده بيحصل في خباثه جدا، انت بتطلع التليفون والراجل مشغل اغاني جنبك، تقوم دايس على الابلكيشن بيجيب لك اسم الاغنيه، تقوم حاطط التليفون تاني في جيبك وشكرا. واحلى حاجه في الابلكيشن ده اللي هو شغال بدون نت او شغال من غير نت. يعني انت مثلا دلوقتي لو ماشي في الشارع مثلا معكش داتا ومعكش نت، هو الابلكيشن لوحده بيحفظ اسم الاغنيه عنده في الداتا جوه، واول ما تلقط نت على التليفون او تلقط نت على الجهاز اللي انت محمل عليه ابلكيشن شازام بيقول لك والله انت في الوقت الفلاني كنت ماشي في كذا. لو انت طبعا فاتح الجي بي اس بيقول لك والله انت في الوقت الفلاني كنت فتحت الابلكيشن والاغنيه اللي انت سمعتها كانت اهي. الابلكيشن عبقري جدا، وحرفيا هتلاقي نفسك انت بتستعمله اوقات كتيره جدا وانت ماشي في الشارع او ماشي عموما او عايز تسمع اي حاجه لازم هتفتحه. طيب خلصنا من الابلكيشن شازام وخلصنا من الابلكيشن جوجل كيب، تيجي بقى ايه الابلكيشن الحبيبي اللي اكيد كل يوم بستخدمه وقرفتكم بالابلكيشن ده، لايت روم. الابلكيشن ده تحفه تحفه بمعنى الكلمه. انت حرفيا ممكن تعمل صوره ملهاش اي لازمه او صوره مش كرييتيف او صوره مش حلوه لصوره روعه، وانا عملت فيديو جامد جدا وفيديو عمل مشاهدات عاليه وفيديو تعبت فيه جدا، هتلاقيه في الاي اللي هنا دي كده، ازاي تظبط الصور بتاعتك على السوشيال ميديا وازاي تظبط السوشيال ميديا بتاعتك. فانت لازم تتفرج على الفيديو، لو انت ما اتفرجتش عليه فانت فايتك نص عمرك. فانت وقف الفيديو دلوقتي وروح حمل الابلكيشن واتفرج على الفيديو اللي فات اللي هسيبه لك هنا. بيديك حريه واسعه جدا وبيديك تفاصيل جدا انك ممكن حتى تغير اللون لون في الصوره. انا اتكلمت طبعا على الابلكيشن ده باستضافه كبيره، استضافه ايه الاستضافه دي، اتكلمت على الابلكيشن ده يعني باريحيه كبيره جدا في الفيديو، فانت لازم تروح تتفرج على الفيديو ده. الاستضافه اللي انا قلتها دي بجد. اخر فيديو رابع فيديو برده انا اتكلمت برده عليه في فيديو لوحده، هو بتاع الجيم بتاع البيت، ان انت تعمل جسم كويس في 30 يوم في البيت. وطبعا انا اتكلمت على الحوار ده كتير جدا وصورت الفيديو وتعبت فيه برده، اتفرج برده عليه من الاي اللي هنا. الابلكيشن ده حلو جدا وبيجيب لك التمرينات اللي انت المفروض تتمرنها في الجيم او ما يعادل اللي انت المفروض تتمرنه على العضله، فانت بتعملها في البيت بدل ما بتنزل وتروح تدفع الفلوس بتاعت الجيم
او الاشتراك. وطبعا ده طبعا انت قاعد في البيت ما بتنزلش جيمات والجيم بتاعك قافل، فالابلكيشن ده حلو جدا وهينفعك جدا وهتلاقي الفرق بعد 30 يوم بس. وعن تجربه شخصيه، الاربع ابلكيشنات دول موجودين على جوجل بلاي واب ستور، يعني موجودين على ايفون وموجودين على اندرويد، موجودين في كل حته، فانت لازم تحملهم عشان هينفعوك جدا في حياتك العمليه وهينفعوك جدا في يومك. لو عجبك الموضوع ده من حلقات وعايز نعمل حلقات ثانيه الابلكيشنات الثانيه برضه هتنفعك في حياتك، فقول لي تحت في الكومنت وانا هعمل سلسله كامله كده الابلكيشنات دي او ابلكيشنات غيرت حياتي او ابلكيشنات بستعملها دايما. وطبعا احنا تحت امركم هنعمل كل حاجه. وبس ده كده هيكون الفيديو بتاع النهارده، الفيديو السادس من التحدي. كده فاضل لنا كده فيديو بكره وان شاء الله نخلص كل حاجه. وطبعا ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للحاجات هتظهرني دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي لو هعمل تحديات او هعمل اي حاجه جديده. وشكرا جدا على الدعم الخرافي اللي انتوا بتعملوه ايام اللي فاتت دي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.